الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. اليوم في سهرتنا حنعالج موضوع هروب القاصرات أو اختفاء القاصرات. أكيد هذا الموضوع رح يهم فئة كبيرة أو عدد كبير من العائلات الجزائرية. رح نخوض في تفاصيل هذه القضية. قبل كل هذا نرحب بالأستاذ عبد الحفيظ كورتال. أهلا بك أستاذ. شكرا. نرحب كذلك بالشيخ شمس الدين. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مشاهدينا قلنا أنه هروب القاصرات. معنا قضية أم جات رفقة الوالدة ديالها هنا في البرنامج تبحث على بنتها سيرين. سيرين 16 سنة في عمرها، متعودة أنها تخرج من دارهم تهرب من الثانوية إلى وجهات مجهولة. في يوم من الأيام تعرفت على شاب، هذا الشاب يعني حرضها على أفعال كان سبب في هروبها من المنزل. بعدها تم إيداعها في مركز الأحداث بقسنطينة. منذ ذلك الحين يعني 7 شهور اليوم ما بان عليها حتى خبر هاد القاصرة. سيدتي نرحب معك بك معنا في البرنامج. نرحب بالوالدة ديالك اللي رافقاتك. انت 7 شهور تحوسي على بنتك. هي مينور، هربت من الدار. ماشي أول مرة لأنه متعودة أنها تهرب من الدار. لا لا، هي هذاك النهار، هذاك النهار اللي هربت فيه ما عرفت تروح تقرا، تقول لي حنقرا وما تروحش دير هكذاك شغل. مي هذاك النهار اللي اول خطره هربت فيه. عندها 7 شهور. عندها 7 شهور دوك ما بانتش. تحكي لنا يعني هذا الهروب الاول ديالها. هذا الهروب الاول، لا ما كانتش. بعدها كانت تولي للدار. ولات للدار؟ لا لا ما ولاتش. من اللي هربت ما ولاتش. راحت حكموها لابوليس. راحت داوها الكوميساريه، من الكوميساريه داوها لدار الشرع. كي داوها لدار الشرع جوجة بحثها لي للسنتر. من السنتر من تما ما شتهاش. اكيد نتعمقوا قبل في هذه القضيه. كيفاش كانت تتعامل معك في المنزل؟ كانت تتعامل عادي كيما البنات. ومن بعد كي بدات تكبر راكي تعرفي البنات ولا دونيسونس بدات مع صحاباتها بدات دير هكا. هذه هي. ومن بعد بدات تدخلوا لها حفايس على الفيسبوك هادو. ومن بعد عرفت بنات في الليسي. من تما من اللي طحت الليسي بنتي تبدلت. انت بديتي كنت تشكي ربما كنت اكتشفتي هذه التغيرات اللي اكتشفت في سلوكها. ماشي نورمال، ان نورمال. حتى خممت نديها للبسيكولوج مثلا. ديرها هكذايا كانت تخرج معانا هكا دراري ما تحش تقرا، تقول لنا حنقرا وما تحش المسيد. تعيط لي جان تعطي لهم تليفونات تاع الدار. انايا ضارب معايا تهدر عليا حفايس البابا هكايا دير هذا. تغيرت بزاف. انت كيفاش كنت تتعاملي معاها؟ انا نورمال. باباها شويه كان يقولها ما سما تعرفي الراجل ماشي كيما المراه، يقولها ما تبهدلينيش برا ما ديريليش يزيرها شي. بصح ما قدرش ما طفلاشتيها شويه. كنت تضربوها؟ يضربها شويه، يضربها ما نقدرش. يضربها كي تهبلوا بزاف يضربها كي تعرفي الرجال. نعم. هي الكبيره في الدار؟ هي الكبيره تاع الدار. خمسه خاوتها وحده اخرى. عندي خمسه تحتها. كان يضربها شويه. نعم. أستاذ نشوفه ربما يتقول أنه كان يضربها والدها يعنفها، كان فيه مشاكل في الدار. ما لناش نبرو موقفها. ربما هذه المعاملة السيئة اللي كانت تلقاها لقات في عالم آخر ربما، واش حرمت منه في المنزل. الجو العائلي طبعا، ويعني إحنا ما لناش علماء نفس، ولكن عندنا شوية تجربة بالمجتمع من خلال احتكاكنا بالمحاكم. يعني الجو العائلي اللي كانت عايشته ربما ينفر، يخلي الانسان يحب يبحث عن عالم اخر. الحريه ربما اكثر مثلا. ولكن انا نقول لك الشيء نعرفه ان البنت صنيعه امها، يعني البنت تصنعها الام تاعها. يعني هذا الشيء اللي كل حكيتي عليه انت وين كنتي كام؟ انا قولي لي فهمها. لا انا نظن بان بدايه المشكله هي الوالدين، بدايه المشكله. يعني من المنشا حتى تبدا توصل الى سن المراهقه او سن الحذر او سن الخطوره او السن هذا اللي لازم تتجاوز المرحله هذه. هو اصعب سن طبعا. هو اصعب سن في حياه كل انسان، وكل الاشخاص مروا بالمراهقه. وكل انسان كيفاش مر فيها، يعني كان اللي مرها بسلام كان اللي مرها بصعوبه. ولكن اثبتت التجارب بانه هذه المشاكل تخرج دائما من العائلات المهتزه، العائلات اللي ماهيش عائلات متماسكه ما فيهاش جو عائلي. يعني رانا نشوفوا في المحاكم كي نديروا دراسه ولا نحبوا نفهموا الظاهره، نلقاو بلي كل حالات الهروب والاختفاء تاع القاصرات يجي نتيجه اولا مشاكل اجتماعيه، ثانيا نتيجه انعدام الجو العائلي داخل البيت، نتيجه الظروف الماليه الصعبه، ثم تاتي بعد ذلك ظروف اخرى اللي هي ظروف المخالطه تاع الخارج البيت، ثم الجو اللي ممكن ما توفرش داخل البيت توجده في الخارج. هي عده اشياء تتحكم. ولكن انا نقول لك المسؤوليه الاولى تلقى على عاتق الام ثم الاب، لان الام هي اقرب الناس الى البنت.
اذا وصلت دارت كل هذه الامور يعني علاقات فيسبوك كما قلت لك وكثير من الامور ربما ما حكيتيش عليها ربما حتى وصلت لمرحله ما تحترمش الاب تاعها نعم يعني كل هذا الشيء موجود في المحاكم ونشوفوا نفس القضايا تشبه بعضها اذا الانفلات بدا في البيت الشارع يستقبل فقط يستقبل هذا الانفلات شيخ هذه الظاهره يتعرف ارتفاع نعم. كبير شئنا بين كاين هذا المشكل ونقولوا دائما نحملوا المسؤوليه على عاتق الاولياء كما يقول الاستاذ الانفلات العائلي وكذا واش رايك انت هو انا رايي في الموضوع اعوذ بالله من كلمه انا ان المراه الجزائريه في الماضي اذا تشفاو جداكم كانوا عندهم فقر وما عندهمش هروب من البيوت عندهم ظلم وما كاش فرار من البيوت كان عندهم يعني الحياه صعبه سبي المراه كانوا عايشين مثلا في الريف الماء يشربوا بصعوبه من البئر الماكله ياكلوا من الحقول ما عندهمش الحياه الدنيا هذه الزاهيه هذه ولكن كانوا مربين على واحد القاعده هي الرضا بالقضاء راضيه بما قسم الله لها الان ما رباوش اولادهم على الرضا بالقضاء تصيب طفله تشوف حبابتها في اللي سيلبسوا وهي مثلا ما تلبس تفكر ان تهرب من هذا البيت طفله تدخل الى الفيسبوك تشوف العالم المنحل ونسى كيف راهم في العالم وهي تشوفها زعما مظلومه مسكينه ما مشيش عولها ما عندهاش باش تبين يعني وهكذا ثم ضف الى هذا لعل البيت يكون فيه بعض الظلم حقيقه ما ناش نقولوا الاباء ما يظلموش ولا الامهات يكونوا جاهلات ما يعرفوش يعملوا بناتهم فهذه الاسباب كلها طبع البنت الى الفرار من البيت فاللحظه اللي تفكر البنت ان تفر من البيت ضاعت لان البنت اذا فرت من البيت وين راح تصيب الحنان والرحمه افضل من البيت اذا ما صابتهاش عند باباها ويماها راح تصيبها في المركز اكيد مستحيل هذا المركز اللي بعثوا اليها البنت هذا المركز يعني يعلمها الصلاه ورضا بالقضاء ويعلمها الطهاره وقيام الليل وقراءه القران الحاجه لما صرتوها في المركز وصبتهم يديهم صبناهم في لاكور برا ديجا المديره بدات هقت تنادى هذا المركز ماشي محمي وصبنا وكعنا خليني نكمل التعليق تاعي ونعطيك الكلمه انا على اللي نقول هذا الكلام كاين تجارب ناجحه في العالم ما الطفله لما ما تقدرش تعيش في هذاك البيت يبعثوها الى مركز يا صدقيني دايرين رقابه وتربيه واطباء وعلماء النفس ويخرجوها طفله صالحه انا السؤال تاعي هذا المركز هل راهو افضل من البيت ولكن قبل ما نروحوا للمركز انت سيداتي كي كان يتكلم الاستاذ قال باللي الاولياء هما اللي يتحملوا المسؤوليه انت في كل مره كنت تقولي صح صح شوفي انك خطاتي ربما في هذا عندك سبب عندك ربما مسؤوليه هي باسكو استاذنا ما ضربهاش بلا سبارة لا ولكن على الاقل على ولكن الاقل ولكن تقولي أمور صح اسمحي لي على الاقل وقعوا امور انت خفيتيها على الزوج مثلا وقعوا بزاف امور وخبيتها عليه احكي لنا ربما لانه العائلات الجزائريه امهات بزاف هم يشوفوا فينا البنات يديروا طوايش هي تدير طوايش هي لحقت حتى تسرق لحقت تكذب لحقت دير بزاف بس انا خبيت عليه بزاف كل يوم زقال زقال هذو ماشي طوايش هذو كبائر شيخ ولكن ربما طوايش تهوني طفله اللي تسرق طفله اللي انا كرهت كل يوم يجي يضربها ويضبيح يضبيح وليت انا عييت وليت نخبي عليه ما نكذبش عليك وانا قريبه ليا بزاف بنتي تغيظني ونحبها ونحب كاع داري ولادي بصح ما ظنيتهاش هكا دير لي ولكن ربما ما ظنيتش اللي حبيتها باش تهرب لي للدار اسمحي لي بنتك ماهيش قريبة إليك يخيل إليك أنها قريبة إليك بنتك عايشة في الفيسبوك أي عايشة في عالم آخر دارت أصدقاء فتحت باب الضياع دارت أصدقاء اعتقدت أنهم أفضل من بابا ويماها أفضل من دارهم دارت صديقات كاين طفلة لي تدركها رحمة ربي طيح في صديقة صالحة ولكن بنتك دخلت أروقة الضياع دخلت عالم الفساد مظلم وبالتالي انت صح كي تشوفيها بدنيا قدامك صح هي ماهيش قدامك عقلها وفكرها وروحها وعشقها راهو في العالم الذي اختارته صحيح. عالم الضياع يا سيدتي انت كي كنتي تهيط عليها ربما وتعاقبوها واش كانت تقول لكم ردها واش كانت تحب بزاف انت كانت تسكت بزاف
تسكت وتقعد هكذايا شغل تبقى غير تخمم. كانوا عندها طلبات ربما ما كنتوش تقدروا تلبيوهم. لا لا والله كانت كيما هي كيما البنات تاكل وتلبس وتقرا كيما البنات، ما نقدرش ندير لها حاجه فوق طاقتي كيما هي كيما خاوتها. فهمتيني اختي؟ نعم. وكي راحت للفيسبوك علاش ما حاوليش انك تنحيها؟ حالها نحالها تليفون بليزيغ فوا ينحي لها، بليزيغ فوا ينحي لها، يصيبها مخبيه لي بيس، نصيبوها مخبيه لي نيميرو، هكذا دير هكذا. اه يزقي عليها شتي الراجل ماشي كيما المراه. نعم. يزقيك شغل هكذا يعني حب بنته تكون نورمال. اكيد. طفله كيما البنات حب يربي بنته. اكيد. كي هربت كيفاش كان الهروب الاول؟ كيفاش اكتشفتوا هذا الواقع؟ هي كانت تقرا في الليسي، من الليسي راحت على 12 كيما نورمال، راحت الصباح جات على الحشيه قالت لي ماما اعطيني 5000، عطيت لها، راحت ما بانتش، من تما ما بانتش، قال لك في الليسي كي سقسينا قال لك هربت من الصور مع طفله. الطفله كبيره عليها عندها 19 وهابت من الصور. من الصور سلطه من الصور باسكو ممنوع، انا راجلي كان يديها ويجيبها شيخ. بنتي تقاسنا ولا طحوا حدايا ندوها ونجيبوها. كبيره ندوها ونجيبوها. لانكم تعرفوا واش دير. اه ومن بعد تيك هذاك النهار ما جاتش، عيطت له قلت له سيري ما جاتش، قلت له فاتت الخمسه. قال لي بالك شي وين راهي الدور؟ قلت له والله ما جات، قلت له ديجا جا بابا الطفله يحوس على بنته هنا في الدار. ولي درت حجابي رحت لقيت الصيام كاع مغلوق. هدرت معاه العسى استغفر ربي، قال لي اني رايح، قال لي مدام شنو قلت له سين، قال لي سين هربت من السرعه على الزوج مع الطفله من لاكوخ، شافوهم البنات مايا لاكوخ. وما منعوهمش هذوما كي شافوهم؟ هما هو ما شافهاش، قال لي البنات قالوا له، قال لي البنات، قال لي انا ما شفتهاش، قال لي البنات راهم يقولوا بلي هربت معاه. وانا من تما عيطت قلت له انا حق كوميساريه. قال لي روحي دوك نجي، قلت له نروح نديكلاري. كي رحت للكوميسار سكت باب الطفله تما. جا راجلي لحقني قال لي روحي راني جايه، قال لي طولي الحق لي. كي جا راجلي درنا البي في تاعنا يومين بانت الطفله هذه جات، عيطت لاختها قالت لها انا ما قدرتش نقعد في الزنقه، عيات الطفله كانوا هنا في يعني هذه الطفله اللي في اوضه في اوضه حبيبتها كانت معاها في الفليسي يدوروا كيف كيفاه في اوضه هنايا يدوروا كانوا يومين وما برا. كي جات الطفله تم بالطفله جبدنا بنتي. قالت لكم الطفله؟ الطفله قالت لي طاطا خليتها مع واحد الجار، قالت لي كي صابنا ندورو، قالت لي دانا بالطوموبيل ودار بينا، قالت لي ثلاث ايام ويدور، يومين قالت لي ويدور بيا. قالت لي انا ما قدرتش نقعد، قالت لي قلت لها سيني روحوا لدا، قالت لي قالت لها ما نجيش ماما وما بابا يضربوني. اعطت لنا النيميرو تاع هذا الطفل هدايا. عيطوا له كوميساريه، راحوا هذا الطفل قعد معاها نهار غدوهم ذاك حطها عند وحده. كي راحوا لابوليس صابوها عند المراه. شكون هاد المراه؟ وحده جارته يعرفها هو. ومن بعدك شارعوا مع شارع الجوجه، شارعت هذه المراه وهذا الجان هذا. على جرم ربما تحريض قاصر او ابعاد قاصر. طفلها صاحبتها وحكموا عليها، بنتي لا لا بنتي قاصر. وبنتي بحثتها لي للسونتر القسنطينه، قالت لك ما نعطيها لكش نحميها منك. كي رحتي عند قاضي الاحداث داخل المكتب ديالها كان فيه مواجهه ما بيناتكم؟ كانت فيه مواجهه. نعم. قالت لي ما نعطيها لكش بنتك. قالت لي قالت لي نحميها منك، هي تقول لك نروح مع ماما نرمي روحي ونقتل روحي هكذا قالت لي. يعني هنا استاذك تشوف واش تقول؟ طبعا القاضي هو ولي كل شخص يعني في حالات معينه، ولكن كيفاش قدرت هذا القاضي تحكم على انه صحيح راهي في خاطر مع اهلها؟ لانه لمجرد انها صرحت في مكتب قاضي الاحداث اللي عنده كافه الصلاحيات يدير تدابير لحمايه القاصر لحمايه الحدث، لان الحدث ما يعرفش. هي سمحي لي اختي، هي قعدت مع بنتي قبل ما تدخلني انايا، سمعت من عندها بالك شي وش سمعتي لها. وانت سمعتي باللي انت سمعتي باللي بنتك بزاف عليا. واش قالت لها؟ قالت لها يضربوني، قالت لها هكذايا ماما هكا. هذه ما كذبتهاش كاينه منها تضربوها؟ لا لا يا اختي والله ما نضربوها بلا سبه، ما ضرب ماشي دائما يضربها، ماشي كل خيقه يضربها، كي تكون حايله حاجه يزقي عليها كيما البنات. المهم قالت باللي لو كنت ترجع معاك نموت ونرمي روحي. اذا هذا القاضي هذا امام مسؤوليه انه يحمي هذا القاصر. هو عنده حلول، علاش يروح للحل اللي فيه مخاطره وفيه مشاكل وفيه كثير من الامور راح توقع. يعني انت تتخيلي لو كان رجعت الاب نتاعها واش والله يا استاذ ما كان حيدي لها حتى حاجه، والله غير لو كان ولات بنتي وانا واش رانا دوكا. يعني لما تغلط دير خطا بسيط في الدار يضربها، ولما تخرج من البيت وترجع لا لا بالك ترجع ما يدير لها والو، بصح على بالو كي راح تروح على بالو واش كاين. استاذ ما كانش اقارب اذا راهي في خطر مع الوالده والاب؟ لا وعنده عده تدابير، ولكن امن مكان هو المركز، الكثير من الاماكن اللي يقدر قاضي الاحداث يدير فيها التدابير هذه، يحط القاصر في المكان المعين المفروض يتوفر فيه شروط الامن والصحه والنظافه والتربيه وكل شيء والتكوين وكل شيء، لانه نديه من بيئه من البيت نتاعو ونحطه في مكان اخر.
وفيما كما سمعنا فيما بعد راح يكون كاين خروج من من المركز في اي وقت ربما او هروب او شيء من هذا النوع. ولكن نعم اذا تدبير تاع قاضي التحقيق ما اصبح ما عندوش معنى. وعلاش قسنطينه استاذ؟ بعدوها ربما قسنطينه، كاين مراكز هنا في العاصمه. احيانا الاكتظاظ، احيانا كثير من الامور ما تخليش لانه المسافه يعني اذا ربما كان... تلعب دور ولا نعم تلعب دور، ولكن كاين ابعاد اصلا عن العائله. انا مع الناس اللي اذا كان العائله تشكل خطر، كي نقول تشكل خطر بمعنى هذا القاصر ماهوش مرتاح داخل هذه العائله، واكثر من ذلك متعرض لخطر من هذه العائله في كل شيء، يعني في صحته في تربيته في كل شيء. ما يهمنيش المكان اللي يكون فيه، لانه اضمن لي فقط انه المكان اللي راح يروح ليه راح يكون احسن من العائله. ولكن هل راي في مأمن في هذا المركز؟ هذا هو السؤال اللي انا حط قلنا هذا المفروض يعني في القانون تكون في مأمن. هي تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ ما كحتى مأمن يا استاذ. انا المركز انت واش شفتي في هذا المركز؟ انا كي شفت رحت انا داخل اصلهم البنات يشطحوا الماكياج، يشطحوا برا الماكياج. كي دخلت نخلحت، دخلت لعندها بنتي ماكيا دايره الماكياج، بنتي جامي دارت الماكياج. وهذا لماذا لما كانت تتزين يعني؟ ما هما البنات في بعضهم هكذا يا ما يخرجوا ولا ما يخرجوش. هي قالت لي المديره، قالت لي يهربوا، قالت لي يهربوا ويولوا، قالت لي هذوما ما عندهمش مال لهم اللي راهم هنا. استنى دقيقه، راني حاب توقفوا هنا. انا هذه اللي كنت نحوس عليها. هذا مركز الاصل فيه حمايه القصه. ولكن المديره تعتبر لهم يهربوا لها من المركز ويهربوا بالماكياج. يعني انا اوافق واش قال الدكتور الاستاذ، قال لك اضمن لي باللي المركز يحمي هذه الطفله، وهذه منطقي. اذا كانت الطفله معرضه الى خطر في الاسره لابد نبعتوها الى مركز تامن فيه على نفسها واخلاقها ويامن المجتمع من شرها. ولكن اذا نبعتوها الى مركز يعلموها الشطيح والرجيح والتزين وعندها تقدر تهرب من هذا المركز، وش عاد تقعد من يوم خارج المركز كي تهرب؟ كيما يحبوا، كيما يحبوا يعاودوا يولوا. كيما يحبوا. كيما يحبوا، قالت لي كيما يحبوا. نعم، وهذه التصريحات حد دعمها هذا التصريح لمديرة المركز شيخ فريق برنامج فريق برنامج ما وراء الجدران، يعني تنقل إلى مديرة النشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة وعاد بهذا التصريح. بالنسبة للمركز المتخصص في إعادة التربية المتواجد على ولاية قسنطينة أو تلك المتواجدة على المستوى الوطني، الدور يتمثل في استقبال المقيمين سواء كنا بنات أو ذكور اللي هن أحداث أو في خطر معنوي. هو في الحقيقة لازم يكونوا أحداث جانحين، وفي بعض الأحيان القاضي يرى أنه يقدر يحط حتى الطفل في خطر معنوي في هذه المؤسسة. السن يكون من 14 إلى 18 سنة، وفي بعض الحالات حسب التدبير للقاضي يصل إلى سن 21 سنة. لكن الدور يبدأ من طرف قاضي الأحداث. القاضي هو الوحيد اللي يخول له القانون باش يدير أي تدبير، يوضع، يحول، يبقي، يرجع الحدث إلى والديه، تبقى من صلاحيات قاضي الأحداث. يحصل في بعض الأحيان أنه تكون بعض الحالات الهروب لأنه الحدث داخل المركز لديه حياة عادية، يعني هو مرافق من طرف مرافقين، عنده نشاط رياضي، حياة عادية جدا. ممكن لما تكون حالات يعني نوعا ما اللي عندهم نفسية متدهورة ولا جانحات اللي يعني هما وصلنا إلى درجة ما، ممكن أنه يقدر يحدث حالة هروب. فيما يخص حادثة الفرار اللي كانت عندها منذ 6 أشهر، فكل الحيثيات متواجدة على مستوى قاضي الأحداث، الوحيد المخول قانونا باش يخوض فيها ويتبعها ويتخذ التدابير اللازمة. الشيخ والأستاذ كما شفنا في هذا التقرير تقول أن القاضية هي اللي تتحمل المسؤولية بما أنه هي اللي حطتها في هذا المركز. طبعاً لي اسمح لي الشيخ برك، أنا لما نتخذ قرار لازم نتحمل تبعات هذا القرار. النتائج اللي يجيبها هذا القرار نتحملها أنا، لأن وجود هذا القاصرة في هذا المركز بناء على تدبير من قاضي الأحداث. أنا لما نحطها المفروض أن تكون عندي رقابة عليها، ما نحطش هكذا وننسى الامر وننتظر الدور تاع واحد اخر اللي جاي. يعني مانيش ندير في تجميع تاع البنات في مركز معين ولا القاصرات. انا نحط ولكن نتبع على الاقل بما يسمح به القانون، ما نخليش الامر هكذا
يصبح الابل انا خليته خرجته من بيئه فيها خطر اديته لبيئه اخطر. ولكن الشيخ في الدار ماشي محميين وفي المركز ماشي محميين، واش درنا؟ والمركز اخطا من البيت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا الحق لا ارى ان القاضي هو المسؤول عن مراقبه هذه البنت في المركز. القاضي عنده صلاحيه يحكم بذهابها الى المركز، ولكن الدولة الجزائرية هذا المركز هي اللي تجعله حماية وتجعله أئمة يزورون وتربية وأخلاق وأساتذة. إذا المديرة تعترف للبنات يهربوا كما يحبوا، يعني كانوا يهربوا من البيوت والآن هم يهربوا من المركز. في البيت على الأقل كي تجي للدار العشية باباها ويماها يراقبوها يعرفوا إن كان المركز لا يفعل هذا، تهرب من الصور وتولي من الصور وتفعل ما تشاء، ليس هناك رقيب ولا حسيب. يعني بعتوها من بيت زعما قالوا باللي لا تأمن فيه على نفسها إلى مركز لا يأمن المجتمع منها. هذه مصيبة هذه المراكز. قولي لي هذه الطفلة ما عندها خال، ما عندها عم، ما عندها جدة، ما عندها عمتها، صح القادمة كيش قادمة يبعتها الجدة لعمتها؟ هاي ماما تحب تديها، قالت لي كون جات لعندي قالت لي ما تبعتهاش ترى. يعني الحل الوحيد يبعتوها لهذا المراكز. ولكن الشيخ انت تحكي على حلول، مشاورتناش كامل، علاش من الاول ما دارش الحلول هذه وحدها؟ يعني هي الام مثلا من الاول الطفله خرجت انفلتت خلاص، خلاص انفلتت. لما انفلتت الطفله عند القاضي تقول انا ما نرجعش الى البيت. تتخيل انت تاخذها القوة العموميه بالشرطه يديوها للبيت؟ لماذا يصدقونها فيما قالت؟ هذه قاسية. طفل صغير، طفل صغير يقول كلش. صح. انا نعرف اطفال 5 6 سنوات يكره باباه ويكره، ولكن نحن عنده كذبت بزاف عنده. صح. نحن نقول نأيده. الطفل الصغير يتعلم يخضع، لابد ان يخضع. انا نعرف اطفال لو كانت تديه للمسجد يخرب كاع ذاك الجامع، صنع باباه يقول له بالك يركع. انتوما انا لومك يعني الحق انا أن طبيعة التربية في البداية ما ربيتوهاش على الانضباط. خاطئة. هذه طفلة منفلتة ثم أدركت الفيسبوك والصديقات فوجد فصادف هوى في نفسها فانفلتت. الآن هذه الطفلة باش دير لها اللجام وتعاودي ترديها إلى بيت الطاعة وطاعة الوالدين هذه كاع نسيها إلا إذا أدركتها رحمة الله. أنا الآن أنا نتساءل على المركز. الطفلة انفلتت خلاص، خرجت من يدكم، ماكو قادر ندير والو، هي عايشه في عالم اخر. الدوله خدات المسؤوليه، الله يبارك، ولكن تحملوا مسؤوليتكم. تبعتوها الى مركز تقدر تخرج منه الايام التي شاءت. ولكن تخيل الشيخ انت معايا، تخيل يعني كل عائله ما قدرتش على بنت قاصره، كلها البنات هذو كلهم يتجمعوا في مركز واحد. شوف يعني كل وحده عندها تجربه، طبعا كل وحده شوف بدلوا التجارب، العسيه اللي عندها لا، حتى المركز صعب عليها انه يسيطر عليهم، صعب عليها انه يفرض نظام لانه صحيح. عائلاتهم وما قدروا لهمش. تخيل انت جمعتهم كلهم في مكان معين 80 ولا 90 ولا 100 الدوله تستطيع ان تجبرهم على الفضيله. كاش منها ان الفضيله حتميه، كاين ناس مجرمين كبار وداروا واش داروا، كاين سجون في امريكا وما نحكي على المسلمين، في بلاد الغرب اللي ما يعرفوش الاسلام واستطاعوا ضبطوا مجرمين كبار، كانوا الهوليغانز، كاين واحد عنده عنف كما الهوليغانز في بريطانيا، بريطانيا داروا نظام سقموهم، ولت الملاعب بالارقام، كي يقعد في كرسي ويتكسر يقدروا يعرفوا شكون ويعاقبوه. انا لا اؤمن بفكره طفله صغيرة نبعتوها إلى مركز وهذاك المركز قولي لي جابوا لهم أئمة زعما يوعظوهم، جابوا لهم طبيبة نفسانية، أطباء نفسانيين عندهم طبيبة نفسانية، بصحي بصح كي راحت بنتي ولقاتها ماكية قدام الطبيبة النفسانية زقت عليها قالت لها سيدي مرفة ماكية، قالت لها ما تزقيش عليها، أنا كنت حاضرة مع بنتي قالت لها ما تزقيش عليها هكذا قدامي. شحال في عمرها كي صرت فيها؟ 16 سنة. أني حاب المجتمع يسمع، طفلة 16 سنة صابوها تماكيي، قولوا لي شكون جاب لها الماكياج؟ شكون علمها تماكيي؟ شكون هو يزين فيها وزيد؟ وعلاه تتزين؟ المشكلة هاتها تهرب
وكي تهرب هنا حتروح. ولكن الشيخ تسمح لي. قالت لي هربت معمرة بالمكياج وهربت. ما مشعل. قالت لك زينت وهربت. الشيخ ما مشعلها كان طويل لقيناها مقطعة لهنا. علاش؟ احنا عطيناهم وحدة يحم بحثتها شي جاي باش تنحمى من مالياها زادوا عماوها. زاد تعلمها. تعلمت. زادوا عماوها. يا شيخ كنت ولكن كاين ربما أمور واحدة أخرى تتعلمها. تتعلم. وهذه قالت لي تقطع روحها المديرة قالت لي تولي تقطع روحها. وهذه اللي هربت معاها. نهار داوها للصدق صابوها تنحي في السلوك. كابش تهرب وهذه اللي هربت معاها نحي في الحدايا تاع لان تعودت قالت لها حبه لا ريبالتي يا شيخ جوج قالت لي جوجه قالت لها حبه لا ريبالتي بنتي والله يا استاذ ما بها حاجه يعني ما نشوفش عليها قلت لها بالضرب حبت لا ريبالتي استاذ واش ما بها اختي تعيش مانيش عارفه حتى نعيش ما كانش عايشه واش حبت ما صابتش عندنا واش هي حبه هذه يا اختي اسمحي لي نقول لك باش تعرفي بلي رانا في خطر المجتمع في خطر يوم ماشي بنتك نساء متزوجات وعندهم اطفال ام يتصلوا بهم النساء تقول لها وشنو علاه راكي في القي تاع الزوج والاسره طلقي وروحي معنا وتطلق حقيقه هذه حقائق وصلت تطلق وتولي عندها عصابه يروحوا للقهاوي للمخمارات باش زعما تعيش لا ليبرتي عطاو لهم فهم خاطئ للحريه هكذاك يفهم هكذاك يا الشيخ الان بنتك زعما يتحوس على الحريه بالنسبه ليها لو كان باباها برك زعما يزقي عليها انقاص الحريه تاعها شحال قعدت في المركز قعدت كان زوج 15 يوم بعد من تما هربت مع طفله من المركز هربت كيما هربت من الليسي من الصور من الصور انا حبيت نسال الاستاذ سؤال ينفعني استاذي رفدتها القضيه حطتها في المركز معناتها في امانه المركز كي تهرب من المركز هذا المركز ما يديش بحث عنها ولا طبعا يعني ما يتحملش المسؤوليه المركز المركز عليها رقابه لا لا المركز مادام هيئه نظاميه فيها اموال تصرف فيها علماء نفس فيها متابعه فيها رقابه طبعا الان الرقابه هذه واش دارت ولا واش ما دارتش هذا الامر دارت حادث مرور المركز ما يقدروش يتابعوا المركز يتحمل المركز طبعا يتحمل مسؤوليه المركز ولكن اذا كان الخروج مبرر يعني مبرر لظروف معينه مثلا الخروج مبرر اذا كان غير مبرر المركز يخبر طبعا انا عندي امانه خرجت لازم يخبر انا هي خبرت بصح طبعا المركز يخبر يقول باللي كيما القانون هذا المركز لما البنات يهربوا باش ما يوقع لهم حاجه في القانون عيطنا لها باش ولكن الشيخ قالت لك هنا استاذ ما خبروهمش باللي هربت حتى كي راحت رايحه باش كتشوف قالت لها راني جايه باش نشوف بنتي قالت لي غير ما تجيش قالت لي على بالك راحت قالت لي مع الطفله وهذه تروح كي ما تحب يا اخي القضيه حطتها بالقانون جبان نعم حاجه اسمحي لي معناتها حتى في المركز هربت مع طفله واحده اخرى هربت مع طفله واسمها ساره فتخرج وتدخل ولكن الطفله هذه ربما ولات للسونتر هذه الطفله من الخروب من هذه الطفله ولات للسونتر هذه الطفله هذه دارهم السونتر قالت لي ما عندهاش ماليها قالت لي تهرب تولي كيما تحب وتحكي ما تحب ما كاينش يعني لابد لابد من فتح نقاش على المراكز هذه لازم فتح تحقيق هذا هو تحقيق معمق على طبعا طبعا لانه ولما تهرب طفله قالت لها اذا ما تطلع يا حمار تهرب طفله فتقتل هكذا قالت يعني المركز يتحمل تدعي لها بالرحمه الخاطر انه قالت لك هذه الطفله مالها تروح تهرب وتعاود تولي شيخ هذه الطفله قال لك تدي البنات اكيد ما تخدمش مع تولي العائله المديره قالت لنا الطفله تخدم بالبنات هاي المديره قالت لي هضرت معها قالت لي هذه الطفله تخدم بالبنات هذه البنات برا للزنقه هذه المديره تاع الصنقه والمركز هذا ما فيه لا صرامه ما فيه انا عييت الروح يا استاذ عييت الروح نلقى المديره قاعده هكذا كي نقول لها خليني نشوف ساره كش ما تعطيني معلومات على سيرين تقول لي لا ساره راهي مهده صافي ملي ما بان سيرين خافت عليها نعم واش قالت لكم هذه ساره على سيرين؟ هذه ساره خليتها اسمحي لي ماما قالت لي ساره خليتها هي هكذا هدرت قالت لي ساره خليتها في الغابه مع واحد في برالكا مش من الغابه هذه في النوفال في قسنطينة في النوفال سمحي لي ساره خليتها في الغابه مع رجل ولكن ساره في القانون راهي هاربه محطوطه في المركز محطوطه في المركز معاهم في المركز واي مركز هذا؟ هذا المركز لابد ان يهدم ويتنحى من البلاد كاع ورحت وحوست طيطوا لهم بنات وشرفت انايا انا تشوفي فيا ومريضه ندي الطاكسي ب 400 ونروحوا ونعاود نولي ب 400 قالت لنا انتم خدموا خدمتكم بنتكم ما في خطر انتم حوسوا عليها قالت لنا راهي في خطر هذه المديره قالت بنتكم راهي في خطر معروفه في قسنطينه قالت لنا خليتها مريضه
وانا عرفت في براكه هكذا في براكه غالقين عليها في براكه وخليتها مريضه. هذه ساره استاذات ساره عنقتني بزوج الدين وتبكي تعمل لي انا نحب سيرين. قلت لها يا بنتي احكي لي وين خليتيها وعلاش جيتي وخليتيها؟ ما حبش تهدر خافت شغل سمحي لي قلتي لي قالت لك خليتها في براكه وين جاي هذا البراكه؟ في الغابه دوكا في الغابه في النوفال في قسنطينه في سمينا غابه الوحش وين جاي لا لا في النوفال قطمور النوفال هكذا يا استاذ. انا حاب المشاهدين يسمعوا الطفلة هذه هربت من الدار قبضوها الشرطة داوها لعند قاضي الأحداث. قاضي الأحداث عنده حل واحد استعمله يبعثها إلى المركز اللي تقدر تتزين وتخرج منه وتروح وراهي في براكة في غابة. هذا هو حماية الأحداث، هذه تسمى حماية أحداث. ولكن القاضي شيخ يظن أن المركز محمي يعمل طبقا للقانون، لانه لازم نفرقوا باش ما يغلطوش الناس. المركز هذا ماهوش سجن، نديو القاصرات ما نحطوهم في سجن نعاملهم كالسجناء ابدا. هذا مركز لفتره معينه لغايه معينه، بمعنى انه كاين هامش الحريه يحميهم ويحافظ عليهم ماهوش سجن. نعم جيد، ولذلك انا في البدايه قلت ما نحملوش القاضي، لان القاضي بالنسبه اليه هذا مركز تاع الدوله الجزائريه اللي راهي موفره الحمايه، هو حكم يبعثها لحماية الأحداث. الآن المراكز هذه، هذا المركز هل هو صحيح لحماية الأحداث؟ الأم قالت لك الطفلة راهي في براكة في الغابة، فهذا هو حماية الأحداث. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كما حضرت لنا المديرة وسارة، على حساب حضرتك المديرة وسارة. يعني هذا لازم المركز لازم لازم أستاذ من باب الشرطة الأمانة. الشرطة والأمن من باب خلينا نسمعوا، يعني لابد أن يفتح فيه تحقيق، لانه كما انتم عندكم الحالات اكبر ربما فيه كثير من الحالات ايضا، كاين بزاف ناس راهم عاشوا نفس الوضع. اذا ما ولاش عنده معنى هذا ولا حي جامعي، يعني يدخل اللي يحب ويخرج اللي يحب في الوقت اللي يحب ويدير واش يحب. واش يحب غير مقبول يعني تماما. سبع شهور اليوم سبع شهور قتلنا حاجه من حوايجها ما بانتش عندكم صوره الحرب ما نقدروا نظهروها سيداتي. هذه هي نحت الخمار تاعنا، هاي دوك هنا بالحجاب ما نعرف الا نحتوها. هذه كما يعني هذه الصوره تاع سيرين كل واحد ربما يتعرف عليها هذا يشوفها يتصل بالليسي هذه. بصح تما نحات الخمار درتوا بحث في فائده العائله درتوا درنا والو، حنا شدينا غير الشرطه الشرطه والامن الدرك عاونونا، بصح ما لحد الان ما لقاو حتى شاره من شارتها. يعني هذه صوره سيرين 16 سنه في عمرها اختفت على المنزل منذ سبع شهور، يعني كل واحد ان شاء الله يدا سبع شهور ما عرفنا لا ميته ولا حيه. حاجة هضري ربما مع سيرين بالك تشوف. قلت له يا سيرين يا بنتي يا سيرين ارواحي ما تخصك حتى حاجة، حتى حاجة ما تقيسك يا سيرين يا بنتي ارواحي، الزنقة ما تفيدكش والناس ما يفيدوكش واللي راهو لكن راه مخبيك ما يفيدكش. ارواحي يا عمر حتى حاجة ما تقيسك، تقعدي معايا حتى نموت يا سيرين يا بنتي، راني تعرفي ما نعيد ما نخرج ما ندخل، كرهت لي حياتي وانا مريضة تعرفي استاذ مريضة عندي كونسير دو سان، وراني تعرف راني انا اللي ربيتها انا يا الحمد هي كشغل الشمعه تاع الدار هي، وشحال حنينه وشحال تقصر وشحال تضحك تعرف يا استاذ، مضحكتنا في الدار تحب خاوتها تلعب معاهم تعرف، الا في المسيد هي اللي توري لهم الا التمارين هي تدير لهم، خاوتها السنه تعرف والو حتى طلع ما طلعوش غدو بلا كامل من ضربه تاع اختهم. سي سهل يا سيرين شو وين راهي يعني ان شاء الله ربي يخليك. يا سيرين يا عمر يا روح يا سيرين يا سيرين الا راكي ميته ولا راكي حيه ما عرفناش، ما بانتش حاجه من حوايجها ما بانتش، كل ما نعيطوا للشرطه يقولوا لنا ما كاش، كل ما نعيطوا للمديره تقول لنا حوشوا عليها انتوما ما كاش. عبد القادر خذنا فقط اذا امكن صورتها باش ربما يشوفوها يتعرفوا عليها. سيدتي كذلك اذا امكن تهضري مع سيرين توجه لها رسالتك كأم محروقه عليها. هيا بنتي روحي للدار ما ينفعوكش الزنقه، ما ينفعك حتى واحد، وما تخافيش ارواحي ما حبيتش تقعدي عندي تقعدي عند مانك هاهي تقعد عندي بنتي. نقولها روحي يا بنتي الزنقه ما تنفعكش ما تنفعكش يا حنو، انت مانيش حابتك تضيعي باسكو الزنقه تضيعك الوقتاش وانت برا الوقتاش راكي تكبري. نقولها معليش كيما راكي حالتك كيفاش راهي ارواحي برك يعني ارواحي الخطا اللي دارتها حتى تقبليها في بيتك. بنتي تحبك يرفدوهم عليه، انا نرفد بنتي ونحطها كيما البح كيما اليوم ونعاود ندخلها بالك تقرا، نقولها ارواحي برك ارواحي نقولها برك. صغيره مسكينه ما عرفتش صغيره
ما عرفتش تقول لك برا الزهو تاع الدنيا بصح ما كاش منها يا بنتي ارواحي للدار. بالك هي خايفه تجي قولها ارواحي ما تخافيش. نعم صح شيخ والله يعني هذا درس كل البنات اللي راحوا داروا مجتمع اخر خارج مجتمع الاسره. ارضى بما قسم الله لك عادي ومن بعد باباك ضربك وين المشكله؟ نحن نهرب من الدار ونعشينا في براكه في الغابه وين المشكله؟ دقيقه الحاجه تضربها يماها وين المشكله؟ ضربتها يماها يعني هم يديروا حلول غربيه لمشاكل غير منطقيه. لازم نعلموا الناس على الصبر. يا ما ضربونا والدينا يا ما زقوا علينا يا ما وبخونا، ولكن بالجانب الاخر كانوا رباونا على الرضا والقناعه. ما تجيش في راسنا كاع نهربوا من البيت ولا حاجه. هذه درس لكاع البنات اللي معايشين في الفيسبوك مؤخرا. سمعيني واش راني نقول لك. مؤخرا طفله من بلد بعيد يعني من الجزائر فما نسميش الولايه، ولايه بعيده، هربت للعاصمه. علاه هربت؟ فقط لانها كانت تشوف تلفزيون تشوف مقام الشهيد والضوء في الليل والسيارات ويقولهم الشواء والناس تاكل الشواء. هربت ظنا منها ان هذه العاصمه. فلما نزلت في العاصمه اكلتها الذئاب. لازم يفهموا الناس بلي هذا المجتمع المثالي ما كاش. هذا الطفله كان يضربها باباها. انا ناكد لك الان اذا راهي عند عصابه راهم يضربوها. صح هربت من ضرب تاع الاب. يعني انا ضد ضرب الاب باش نقول لك. اني ضد ضرب الاب ولا امارسه مع اولادي. ولكن انا نقول لك هذاك الضرب تاع الاب والله راهي تتفكر فيه رحمه. ارحم من هذوك العصابات راح يرحموها. هذا اللي داها البركه في الغابه يرحمها، وهذه اللي هربت معاها وداتها الجماعه ما راهمش رايحين يرحموكم. ما كاش كيما الاب. ارضى واحد الصحابي كان مع سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر خطاب دار هذاك الانسان دار خطا كبير، اعطاه بكف. ملك يعطاه بكف راح تنصر ولا يصرح بالخنازير في بلاد النصارى. راح دار قصيده قال يا ليتني صبرت على لطمه عمر. لطمه عمر افضل من ان تصرح بالخنازير في بلاد النصارى. يعني ربي يهديهم استاذ. امين ان شاء الله. يعني شوفي كل مراكز الامن تدخلي لها تصيبي من 5 إلى 10 صور تاع فتيات قاصرات محل بحث من طرف الاهل تاعها. موجودة يعني إذا تجمع العدد رهيب. ومن مفارقات هذا المجتمع أنه كل هذه الحالات تجي من بيئات محافظة، تجيش من بيئات فيها تفتح ولا بيئات فيها حوار ولا بيئات فيها. هذوك ما يستحقوش يهربوا أستاذي. لا 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 ما تشوفهاش من دوق هذا الشيء. البيئة اللي هي لا أصلا المتفتحة. لا شيخ أنا نعطيك ما تسحقش تهرب. نعطيك تجارب ما نعطيكش مجرد كلام. يعني ما تسحقش تهرب، لانه الان كي نقول لك من بيئات محافظه الامر يتطلب تمعن. يعني لازم تفهموا علاش. ولكن كل عائلات محافظه استاذ. لا انا ما نظنش كل بيئه. لا اذا المحافظه في بيئه متفتحه اصلا هي متفسخه ومتفتحه. لا مش ما يسمح حقها. ربما تولي التربيه لازم تكون فيه الميل. لا لا يفرق بين متفتحه ومتفسخه. لا شوف لا لا مش هذا قصدي. يعني نقول لك البيئات المحافظه نقول لك المناطق النائيه المناطق اللي ما تشبهش المناطق اخرى في الجزائر. يعني ما فيهاش تمدن ما فيهاش حضاره ما فيهاش نقدروا نقولوا حتى ماشي من المدن. يعني يهربوا من قرى يهربوا من مداشر يهربوا من هذا الفتيات القاصرات. يعني هذا شيء واقعي. منه نبداو نعرفوا اسباب هذا الهروب تاع القاصرات من البيوت نتاعهم الى عالم الفساد خاصه. الله يعني نعم. البنت تاعكم ما راهيش لا في مكان او في مكان معين وفي مكان اخر. يعني هي ضحية وضع معين والآن تأكدي بلي راهي موجودة في مكان معين أيضا. والله يا أستاذ كاين بنات من مداشر وقرى محافظين على الدين. ما قلناش كلهم. ما قلناش كلهم. قلنا أغلب حالات الهروب من هذه المناطق. أستاذي خليني نعطيك تجربة حالات شاذة تبقى. أنا في الجمعية الخيرية هربت بنت من المدية وجات عندي ورديتها لباباها بسبب السحر، لأنها راحت تشوف إنسان ظنت راقدة لها سحر فقدت عقلها. هربت بنت مشلف وجات عندي بسبب حبوا يزوجوها بجلول وهي ماهيش حابه جلول، مع ان هي ما عندها حتى جمال. حتى اني كنت ادعي لهذاك جلول بالخير. هربت بنت وجات عندي بسبب الخوف. لان باباها كان يعني بصراحه كان يكلفها تنحي البصل وتصرح بالبقر. فهربت ثاني. هذو الطراز القديم اللي كانوا يهربوا كان فيهم عفاف وشرف. بصح ما تروحش الى بيت فساد.
الان انا اللي راني استنكره يعني هذا الهروب تاع النهر باش نوقع في عصابه وندخل في عالم الملاهي. الان بنتك تتصور راح تصيبيها زعما عند عائله شريفه محترمه، تتصور راح تصيبيها مرشده دينيه في مسجد، راك عارفه طريقها، حوسي عليها في البركه تاع الغابه تاع قسنطينه ولا في الملاهي، ولا اذا ربي رحمها راهي عندك عائله محافظه. ربما انا نقول انه تولي التربيه داخل العائله لانه هذا هو المهم. نعم يربوهم على القناعه والرضا. صحيح يكون فيه شويه لين في التربيه ما يكونوش قاسيين بزاف. الاولاد ما مستاهلين يعني مجهود كبير. صحيح. مجهود كبير. انت لما كانت معاك ولا الاب تاعها ولا ربما حتى الجده تاعها كي كانت معاكم ما راكمش تعاملوا فيها بنفس المعامله، الان راهي بعيده راكم تتوسلوا فيها باش ترجع باش تعاملوها مليح. انا نعاملها كيما خاوتها يا استاذ، والله عندي دراري ما قصيتش عليها، مانيش وحش ولا طفله كيما كي شغل هي برك عاد دير في الفيس بزاف يعني يزقوا عليها. هذا يا اختي اسمعي واش راني نقول لك، وانا صادق معك. بنتك فلتت من يدك في اللحظه اللي كانت تغلق الباب وانت ما على بالك واش دير في الفيسبوك. لقطة البداية انت كنت تشوفيها قدامك ولكن هي بدات تضيع من يدك، بدات تدير عالم اخر، عندها صديقات واصدقاء، انت في الواقع تشوفيها هي عندك، هي تفطر عندك تتعشى عندك، ولكن هي بدات تدير عالم اخر. هذا نقوله لكل البنات، هذاك العالم الاخر بدا ياخذها ثم اخذها بدنيا، توصل مرحله الانفصال البدني بعد ما انفصلت عليكم فكريا خلاص، ولا تشوفكم انتم متخلفين متعصبين راح تقروا الطفله وهي حابه تعيش في الحريه. بعد ما انفصلت روحيا بقى لها الانفصال البدني، جاءت اللحظه فانفصلت عنكم بدنيا. تبقى ثاني لا فريكونس يعني العلاقات اللي تديرهم صحابات اللي تولي تعرفهم كذلك ياثروا. كلمه اخيره سيدتي. اختي العزيزه نعطيكم الصحه انتوما وان شاء الله يا ربي تولي لي بنتي، هذا اللي انا طالبه نقول ارواحي برك ارواحي هذا ما كان ان شاء الله. حتى حاجه ما تقيسها، تخافي ما والو، حاجه ما تقيسك، هاي ماما اقعدي عند ماما ما تقعديش برا باسكو الزنقه ما تدوملكش، هذا ما كان ما تدوملكش الزنقه الوقتاش وانتي برا. فقط سؤال على باباها الان كي راهي بعيده على الدار، كيفاش راه باباها مع الاول حوس عليها ودوكا كيما قال لك الشيخ، قال لي واش نجي فيها، قال لي كون نجيبها تعاوزي تهرب لي، شغل هكذايا شغل احبها هي في قلبها تكون مقتنعه، باش نجيبوها بالسيف نحطوها ومن بعد ندورو نصيبوها هربت. طفله اذا تسمعنا هذه الفرصه نتاعك، مادام باباك حي ويماك حي حيه، ارواحي ليهم وطلبي اسمع، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وربي يسمح العبد وكيف ما يسمحش الاب والام. ما كيش قادره تعيشي معاهم حشمتي منهم بعد ما الشيء اللي وقع، روحي عند جدك هي تبكي عليك. ان شاء الله الحاج ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله، وان شاء الله يرد لكم سيرين. امين يا ربي. امين ان شاء الله نربحوا عليكم يا ربي، وكل واحد يشوف سيرين يتصل بينا ولا يتصل بك ان شاء الله. انا حاب ننبه ايما انسان او شاد هذا الطفله عنده راهو في حرام اذا ما وش يحميها، او في الحرام راك سمعت هاي يماها تحوس عليها، المركز ما حماهاش، شكون اللي يحميها؟ ديروا نداء لوزير العدل اظن او وزير الداخليه بمراجعه القوانين التي تحكم هذه المراكز. الناس كاع ماذا به يبعث وليده وبنته الى مركز وين تزيد علما وتزيد اخلاقا وتزيد تقوى ولكن اذا القاضيه تقول نحميها منك وتبعثها الى مركز مثل هذا، فعلى القضاة ان يطلعوا على حقيقه هذه المراكز. الشيخ نطلب لك فقط نصيحه لهذه الطفله ربما ان شاء الله انا انصح هذه البنت ان تظهر، الظهر يبقى روحي لينا خلاص، ما خلينا بابك ويماك، روحي للحصه، روحي عندنا نشوفوك ننصحوك، اي جدك موجوده، وانا انصحك ان تعودي الى بيتك، والله واحد ما احب لك هذا الضياع، لو كان راك في مركز تامنين على نفسك واخلاقك الحمد ربي في النهاية الحمد لله كي تكوني، ولكن أنت في باب ضياع كبير، إذا كنت على قيد الحياة تسمعيننا أو أن هناك أحد يسمعنا أو يعرفها هاي الصورة نتاعها. نعم إن شاء الله ماذا به يتصل بنا إن شاء الله، نعيد البنت إلى أمها وإلى أبيها. إذا أنا بنصيحة الشيخ نقول لكم نضيف فقط أنه أرقامنا راهي ظاهرة أسفل الشاشة لكل واحد يتعرف على سيرين، هاي صورة سيرين يعني الكل واحد يتعرف عليها يتصل بنا، اكيد ان شاء الله تلحقوها الوالده ديالها. نتلاقاو معكم بعد هذا الفاصل وراكم ندير الخير.
مشاهدينا في ركن دير الخير معنا قضية لطفي اللي جا من خنشلة. لطفي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب السكن زوجته خلعاته يعني ولاده تيتموا إن صح التعبير، وحضر البرنامج ما وراء الجدران يناشد كل واحد وكذلك السلطات باش يمكنوه من سكن، رأى أنه يريد جمع شمل عائلته من جديد. مرحبا بك معنا لطفي. الله يسلمك أخويا. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ. يعني أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة لطفي، تعرفت على زوجتك كذلك من نفس الفئة، ولكن زوجتي بومرداس. إيه نعم، ولكن كذلك هي من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندي كابي. أنت من خنشلة وهي من بومرداس، تعرفتوا على بعض، تزوجتوا، لكن عندكم عندي طفل وطفلة. زوج دراري. طفل في عمره 7 سنين، داخل في 8. نعم. يقرأ السنة الثانية. عندي طفلة في عمرها 2 عام. ولكن المشكل انه ما عندكمش دار. ما عندناش دار. كريت لمده كنت كريت كرات الكرا، صارتني مشاكل مع المراه. ما عادش تقدر تخلص الكرا. ما قدرتش نخلص الكرا. انا هي ساكنه في دارهم في بومرداس وانت عايش في داركم في خنشله. هذه المسافه وهذه المشاكل اللي كنتوا تعيشوها دفعت بالزوجه الى انها ترفع قضيه خلع ضدك. ايه. واليوم تم فك الرابطه الزوجيه ما بيناتكم؟ تم. وانت عايش في دارهم. الدكتوره هي طلب باش ترجع، قالت لي نحبسك هنا. هي حبت تولي إيه؟ ولكن بشرط انك توفر لها مسكن. وقال المسؤولين نتاع ولايه خنشلة على بالهم. يعني الزوجه هذه حضرت معنا ولكن للاسف ما حبتش تبان في التلفزيون. لا لا، المسؤولين على بالهم باللي عندي كابي، ديتها لشاف داير على بالهم، دايره لرئيس البلديه كل على بالهم باللي عندي كابي. ولكن ماشي غير الانديكابي، يعني ماشي غير المراض المعوقين، الكثير من الازواج راهم يعانيوا، ولا ربما مفسد عندهم اولويه في السكن. طبعا المفروض على الاقل، المفروض على الاقل المفروض تكون عندهم اولويه بالنظر للظروف الصحيه تاعو. انا سمعته قبل قليل، قبل قليل قال لي واحد الكلمه، قال لك انا راسلت كل الجهات. ايه قال لك واش رجعوا هذا واش رجع لي، يعني من كل الرسائل اللي بعثها والشكاوي اللي بعثها وطلبات السكن هذا واش رجع له، يعني بدل ما يرجع له سكن ولا يرجع له رد محترم هذا واش يرجع له؟ اين هي التعليمات تاع فخامه رئيس الجمهوريه؟ التكفل بالمجاهدين ذوي الحقوق. انا واحد ما تكفل بي، انا داري خلات، مرتي خدات الخلع طلقت خلاص، ولات تحرمت منه. شبيك لطفي، يعني انت حبيت فقط سكنك، حاب تعاود تعيش مع زوجتك والولاد في سقف واحد. وجه يعني ندائك لطفي. نعم. أكثر من الإعاقة. درت سكوى الوالي ما كانش، رحت للرئيس دائرة ما كانش. أنت وليد مجاهد كذلك. وليد مجاهد من ذوي الحقوق أنايا. وحاولت تقابل الوالي. حاولت، قالوا لي أنت تشوف الوالي، أنت يا تكتب تعرف تكتب، قالوا لي تكتب ويا ربي باش يرجعك باش تشوفه. وعلاش الوالي فرصة. الوالي هذا علاش ما يستقبلش الناس؟ أه؟ علاش ما يستقبلش الناس؟ والو، كان الأخرى شكون يستقبل؟ كي ما يستقبلش المواطنين، شكون يستقبل؟ حمو بكوش قبل ما جا الوالي جديد هذا. حمو بكوش عاد شحال من خطر نكتب له ما كانش قبل حمو بكوش. يعني انت قصدت الوالي السابق ماشي الحالي الجديد. لا لا، حالي الجديد ما عندوش بزاف فيه. يعني ربما ناشد وطلب منه لانه ولا مره قصدته، هذه فرصه ربما توجه ندائك ليه. انا النداء تاعي نوجهه للوالي هذا الجديد. نعم. نبدا بنا اولا ننبه الناس الى ان ازمه السكن هذه ما هيش قادره، يعني الجزائر قادره تتغلب على ازمه السكن. وبالمناسبة إن شاء الله ندعيه لوزير السكن أن يجري الله الخير على يده ويحل هذه الأزمة وتولي جزء من الماضي. هذه واحدة. أزمة السكن كما كانت سبب في تعنيس البنات، شحال من الإنسان ما تزوجش بسبب أزمة السكن، نفسها كانت سبب في تطليق الزوجات. ها هو لطفي نموذج أمامنا، وقع بينه وبين زوجته خلع رغم أن عنده زوج أطفال بسبب مشكلة السكن. أنت في خنشلة وهي في بومرداس وما عندكم السقف، مع أن لطفي هذا إنسان معوق، أو أن الإعاقة نتاعو يعني لعل أنتم في الصورة كتشوفوه لاباس به، ولكن عنده إعاقة حقيقية. نعم. والزوجة نتاعو أيضا نعم. معوقة، وأنا نستعمل كلمة معوق أفضل من كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. لأن احنا كاع ذوي احتياجات خاصة، حتى اللي صحيح من ذوي الاحتياج. شكون هذا الانسان اللي ما عندوش حاجه خاصه؟ انت يا المفروض انت عندك امتيازات في القانون، انت تسبق الانسان اللي صحيح. المفروض تسبق انسان اللي صحيح، لان اللي صحيح يقدر. نعم. يعتمد على الصحه وانت لا تستطيع.
أنا ندير نداء لوالي ولاية خنشلال الجديد أن يستقبل لطفي ويستمع إليه. لطفي كتب رسائل لعدة جهات حتى رئاسة الجمهورية جاوبوه قالوا له ما بعتناش الموضوع، يعني ما فهمتناش الموضوع نتاعك. ماذا بينا ممثل رئيس الجمهورية اللي هو والي ولاية خنشلة يستقبل لطفي، وأنا أغلب ظني إذا رأى الحالة نتاعك إن شاء الله ستكون يعطيك مسكن. لكن قالت لي نقطة ونعطي الكلمة لأخت عائشة، هذا النساء اللي تتزوج براجل وعلى بالها معوق وعلى بالها مايل وعاشت معاه وداروا زوج أطفال ومن بعدها نروح ندير الخلع، خاطش أنت ما عندكش مسكن. هذا كانوا مالينا يصبروا، النساء تاع الزكاة تصبر. أنا لو كانت تقول لي أنت ضربتها حقرتها ظلمتها جوعتها ما ضربتها بالموس بالك، مع أن جات مراه عندنا هنا في الحصة راجلها ضربها بالموس قطع لها أصبعها وجات تبكي تقول لك نطلب من وليدة. ولكن مراه تروح تطلب الخلع وتنفصل على زوجها بسبب أنها ما عندوش سكن، والحصول على مسكن في هذا البلد يكاد يكون من المعجزات. نطلب هذه الزوجة تستعقل وتستغفر وتندم على ما فعلت. يعني ربما توافقوني رأي في ولاية خنشلة ما نعرفش حجم السكنات اللي يبنيوها اللي متوفرة. إذا أشخاص كما لطفي ما يديوش سكن، شكون اللي راه يدي سكن في خنشلة؟ يعني سؤال يجيني في راسي. نعم نهضر. نعم تفضل. نوجه النداء تاعي، أول حاجة نوجه النداء تاعي للسلطات العليا. نعم. يدخلوا مع الوالي تاع ولاية خنشلة ورئيس دائرة ولاد رشاش باش يسكنون في أقرب وقت. روح رجع ولادتي، ولادتي راهم في جهة مرميين وأنا راني في جهة هنايا. وأمهم. أه؟ يترجع. الآن لطفي قول لي أنت من أين تعيش؟ يعني خدام ولا منحة المعوقين. المنحة شعال؟ أه؟ شعال؟ أبناء مجاهدين الزمنية. يعني المنحة تاع أبناء المجاهدين؟ إيه. ومنحة المعوقين؟ لا هذيك هي 20,000 دينار هي نفسها. إيه. والزوجة تاعك معوقة هي مستفيدة أيضا من المنحة؟ عنده تاع ذوي الاحتياج الخاص. 300,000 كيسوى الغاب عليا فقط. عند الاب تاعك ما عندك السكن؟ مات بابا. السكن تاع الاب تاعك؟ مات. لا داركم. مرت بابا. يعني عندك مرت باباك التي ترفض يما مطلقة. نعم؟ يما مطلقة. يعني ما تقبلش انها تستقبلكم في دارها. عندي زبنات. سي لطفي ابشر خيرا والله، انا قلبي يحدثني ان الوالد دوك يسمع لك. نعم. ويشوفك ويشوف الملف تاعك وانت تقول كلمة الحق. وإن شاء الله يكون عندك مسكن بيه. والله يكرم حياتي ما عندي والو. أنا درك أقسم بالله العظيم إن شاء الله أروح إن شاء الله ننتقل في الطريق. أقسم بالله ما عندي والو. لا تدعو ما عندي لا تلفزيون لا دار لا دوار. عايش مع يما حاشاكم كل كلب. عايش في الصالة نستنى كل شيء يفرج علي يا ربي. ما كان والو ولا تراهم يطايش. وأنا نطلب إي صوتات العليا، نطلب من المحسنين يعاونوني، نطلب يديروا لي يعمروا لي داري. هذا أنا كان حق أقسم بالله. نعم. باش نقدس مستح ما عنديش. شوف أنتايا أو يسمع فينا الوالي تاع خنشلة بإذن الله أنت لازم يترك ساكن باش تلايم زوجتك وأولادك. إيه؟ ويترك حانوت محل تجاري لأنك أنت قاصر. كان ثم توصية تاع وزارة المجاهدين الرئيس البلدية باش يعطي لي حانوت. ما عطاوليش حانوت. ان شاء الله ربي يفرج وحالتهم هي الطايش واحد ما يديها. ان شاء الله يتم تكفل بحالتك ان شاء الله يا ربي، ونعاودوا نستقبلوك رفقة العائلة بأكملها ان شاء الله. شكرا لك لطفي. ان شاء الله يا رب. قال ديروا نداء لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عمران تاع المنيعة من كبار علماء الجزائر. نعم. يدير لنا فتوى، هل يصح المرأة كي دير خلعة عاوتوا لي للزوج نتاعها؟ هل يصح هذا؟ ماذا به يجاوبنا باش نجاوبوا الناس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كلمة أخيرة أو ما تضيف شيء؟ ها؟ ما تضيف حتى شيء خلاص. كلمة نطلب من المحسنين يعاونوا. إن شاء الله، شكرا لك لطفي. إن شاء الله. إذا مشاهدينا بهذه قضية لطفي يعني نروحوا نتواصلوا معكم وفقرة هاشتاغ. إذا مشاهدينا متواصلين معكم مع فقرة هاشتاغ، نروحوا مع أول سؤال. يعني سلام شيخ، انا راجلي مبلي بنسى وكي نهضر معاه ينوض يضربني، هذه 12 عام وانا في هذه المعيشه، وزيد يقبض الحبس واحد ما يتبعه غير انا، وكي يخرج يقول لي ما عندك ما درتي لي، انصحوني يا شيخ، وزيد انا يتيمه. والله النصيحه الاولى هو لهذا الرجل اللي راهي تقول مبلي بالنساء، وهذه كلمه واسعه يعني ما نقدروا ندخلوا فيها كلش. ما ناش عارفين مبلي
بالكلام معهن مبلي بالفيسبوك ولا مبلي بالحرام الكبير الذي الشريعة جلت فيه وترجم فيه. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله ما دام الزوجة في الحلال لابد يكون هواك وقاصر على هذه الزوجة. أما يدير امرأة في الدار ويدير 20 في المجتمع هذه من المحرمات التي استهان بها الناس. أما أنت وش نقول لك يا أختي، زوجك رجل عاصي والعاصي يجوز أن يتزوج، ولكن أنت إن صحيح النصحيه ديري جهدك باش يتصلح. فإذا بلغ الأمر إلى المسألة التي لا يصبر عليها فيجوز لك طلب الطلاق. نعم. لازم يعرف هذا الرجل بلي ماهوش فرض على المرأة تقعد معاه وهو زاني وفاسق وفاجر ويتعدى على بنات الناس. نعم. هذه كلمة زوجي مبتلى بالنساء كلمة واسعة. 12 سنة زواج كان على هذا الرجل أن يتوب ويستغفر ويندم. شحال تقعد المرأة صابرة ومن بعد يدخل الحبس يقول لها ما درتي لي والو، واش ندير لك المرأة وأنت في السجن؟ يعني يقصد جيب له القفة، هذا واش يقصد؟ وأنت راجل تروح دير زبلة مع النساء باش تدخل إلى السجن ومن بعد تستنى مرتك تجيب لك القفة، معناتها هذوك العشيقات كانوا يجيبوا لك وبالتالي كي تخرج تكمل معاهم وما تقول لها ما درتي لي والو، واش ندير لك مرتك؟ مرتك لما بقات شريفة وعفيفة وشد أولادها ودارها وبيتها وراهي متمسكة بك رغم الداء والأعداء، عليك تشد فيها هذا المرأة. أنا أنصح هذه المرأة إذا تأكد عندها أن هذا الرجل لا ينصلح فلا تبقى معه. أكيد أستاذ، كنت نتابع في تدخل ديالك مؤخرا مع في نقاش المباشر، قلت أنه ربما وحدة شابة كي تزوج تتفادى أنها تزوج مسبوق قضائيا لأنه أكيد حيكون فيه مشاكل تنجر عن ذلك. احتمال وجود مشاكل يعني أكيد، وربما هي المشاكل. لا خليني أقول لك، الشكوى اختصاص نسوي بامتياز. الشكوى اختصاص نسوي بامتياز، يعني النساء يحبوا يشكيوا أحيانا في أشياء بسيطة وأحيانا في أشياء كبيرة. ولكن انت تتخيلي يعني هي ما عندهاش حلول هذه السيده، ولا ما عندهاش اشياء يعني ربما قرارات في نفسها او اشياء تقدر تقوم بها باش تصلح الوضع هذا، ولا ممكن تسنى حتى نقولوا لها احنا طلبي الطلاق، ولا هي كل الامور هذه تعرفها يعني. وما كي نتحدث على هذه الحاله نتحدث على كل الحالات تاع الازواج اللي ربما الان يشاهدوا فينا، يعني ما لازمش توصل المراه تولي تشكي من ابسط شيء. صح. وما لازمش ايضا احيانا فيه تخيلات واحيانا فيه امور نقدروا نتجاوزوها في الحياة اليومية، يعني الحياة مصاعب. أستاذي ما خاب من استشار. لا احنا ما قلناش كذا، لا مش من هذا الباب شيخ. يعني فكرت انها تشاور. لا لا مش من هذا الباب شيخ. عشان يخاف يفهموا الناس باللي وعلاه وشاوتونا. إذا ما فيش مشكلة هذا في مشكل آخر. يعني خاطش هذا المرأة 12 سنة وهي صابرة على رجل. نعم. داير مشاكل مع النساء. صبر 12 سنة نظن بلي الأمر انتهى، يعني 12 سنة تزيد لهم كاش 10 سنوات 20 سنة وينتهي الأمر، يعني هذه القضية ما عندهاش أسبوع ولا سنة ولا سنتين، 12 سنة ينتهي الأمر بالموت ولا لا؟ ينتهيش الأمر بالموت ولكن الزمن يغير الأشياء. نعم. يعني الوقت يغير كل شيء. إذا هي الفتوى في هذه المسألة أنه إذا تأكد عندها أنه سينصلح تستمر في النصيحة، وإلا وإذا تأكد عندها أنه لن ينصلح فلا تبقى معه. ان شاء الله نكونوا جاوبنا الاخت السائله. نتواصل مع سؤال ثاني. انا مراد، عمري 35 سنه، اعمل في ورشه بناء مع مقاول واصابني مرض خطير ادى بي الى اعاقه 100%. دخلت مستشفى الجامعي بقسنطينه وبعدها مستشفى سرايدي بعنابه. ظروفي الماديه لم تسمح لي بالعلاج ومقاضاه المقاول في 2015. اتصلت بمحامي وباشرت قضيتي بمحكمه الميليه بجيجر. كنت مرفوق بوثائق المرض وشهود واوراق العمل، وكان الحكم رفض الدعوه. كان ينقصني محضر الصلح بمفتشيه العمل. بعدما اتصلت بالمفتشية بجيجل وعملوا لنا جلستين ولم يحضر المقاول، تحصلت على محضر عدم الصلح. ولكن كان الحكم مرة ثانية برفض الدعوة. الحكم لا يمكنني دفع دعوة قضائية فوق 5 سنوات. أنا في كرسي متحرك منذ 15 سنة، أرجو مساعدتكم لي لأني أعاني. هذه صورته. أستاذ هذا سؤال قانوني محض 100%، تفضل جاوب عليه. تعلق بقضايا العمل وقضايا الشغل. الإجراء الأول اللي تديره لما تكون كاين في نزاع مع رب العمل أو مع المؤسسة اللي تعمل بها، تروح طبعا إلى المفتشية، مفتشية العمل المختصة، تروح عند مفتش العمل تطلب محضر الصلح. الصلح نعم. إذا ما استجاب الطرف الآخر وجاء وقبل الصلح ديروا محضر ويتم تنفيذ واش كاين في الصلح. إذا ما قبلش وعادة المال المؤسسة هذه ما تحضرش خواص ولا عموميين،
يديروا لهم محضر عدم الصلح ويسلموا لك المحضر بعد عده استدعاءات. هذا اجراء شكلي وجوهري لازم يكون موجود قبل ما تروح للمحكمه ترفع دعوه، لازم يكون عندك محضر عدم الصلح. عندك اجل 6 شهور باش تروح للمحكمه وتطلب نفس الطلبات الموجوده في محضر عدم المصالحه، ما تقدرش تدير طلبات جديده، لازم تبقى نفس الطلبات. الان القاضي قرر رفض الدعوه، ما نقدروش نعرفوا السبب علاش، المهم انه رفض الدعوه. الاحكام الاجتماعيه نهائيه ولكن يجوز الطعن فيها امام المحكمه العليا. نعم، اثر انه ما كانش مؤمن ووقع له اعاقه بنسبه حادث عمل. نعم. هذا حادث، ولكن شكون يعوضه؟ يدخل في باب حادث العمل، المحكمه رفضت الطلب نتاعو، ينتهي امر لانه المسؤوليه تاع المستخدم ما قامتش، لانه المحكمه ما حكمتش، ربما لظروف معينه او لملابستها ما نعرفوهاش في الملف. المهم انه القضيه تاعو رفضت. يقدر يعاودي حاكمهم؟ لا، سبق الفصل، القضيه تم الفصل فيها. تم الفصل فيها. وهذا ما يقوله القانون، ولكن انا انصح صاحب العمل ان يشاهد هذه الحلقه، ليرى رجلا كان يعمل عنده فوق كرسي متحرك. فوق كرسي متحرك. الشيخ تسمح لنا الان سمعنا قلنا قال يقول بلي عنده 15 سنه معوق. نعم 15 سنه. 15 سنه يعني كيفاش راح المحكمه 2015؟ لانه بسبب الاعاقه والمرض ديالو ما كانش قادر يتحرك. لا ولكن فيه اجل لابد. 6 اشهر. لا ماشي 6 اشهر بخصوص محضر عدم الصلح. نعم. عدم المصالحه. ولكن فيه تقادم بخصوص، طبعا بخصوص متابعه القضايا ما نقدروش يصير لنا مشكل اليوم نروح نرفع دعوه بعد 20 سنه. تقادم تولي قديمه القضيه. كاين اجل لابد ان تحترم في كل القضايا، في كل النزاعات مهما كان الموضوع تاعها، كاين اجل. كل قضيه تختلف عن الاخرى، يعني قضايا القتل تختلف عن قضايا السرقه، قضايا السرقه تختلف عن قضايا العمل. نظن باللي القضيه تاعو جات خارج الاجل او شيء من هذا النوع. وهذا هو تعليق تاعي، قد يكون هذا الرجل بسبب الاعاقه وبسبب عدم الحيله وماهوش ذكي ولا ما راحش في الاوقات المطلوبه قانونا، وبالتالي انهزم في القانون، ولكن على صاحب العمل ان ينظر بينه وبين الله جل جلاله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. انظر الى هذه الحلقه وانظر الى هذا الرجل كان يخدم عندك وهو على كرسي متحرك مده 15 سنه، كيف عاش؟ كيف تعيش زوجته؟ كيف يعيش اولاده؟ اذا كان عنده حق روح اعطي له حق، لا تنتظر زوجته كيف يعيش اولاده؟ اذا كان عنده حق روح اعطي له حق، لا تنتظر المحكمه. وهذا الذي انصح. ان شاء الله نواصلوا. سلام اختي، انا عرفت شخص عبر الانترنت، هو ليس جزائري من جنسيه افغانيه، مقيم بالمانيا، يدرس كذلك بالجامعه في المانيا، شخص ما شاء الله ذو خلق عالي وتربيه حنون جدا، وهو مسلم سني. حنون وهي عرفته غير في الانترنت. مسلم. كيف عرفتي حنون غير في الانترنت يا رحم بابك؟ ما عايشه مع راجل 20 سنه ما على بالاش ولا حنون ولا لا. انت يا في الانترنت عرفتيه بلي حنون. واش عليك كملي سمحي لي. وهو مسلم سني ومطبق، وهو ناوي الزواج بي، يريد التقدم الى عائلتي، لكن المشكل انه امي وابي رافضين، راضيين عليه وقابلين، لكن نصف العائله يعارضوا، خايفين منه لانه جنسيه افغانيه، لا يريدونه ولا يتقبلونه، والأسوأ انه لا يستطيع المجيء الى هنا لان الجزائر ممنوع الدخول اليها من عنده هذه الجنسيه. فماذا تنصحني؟ انا احببته كثيرا واريد الحلال. اولا الوالي تاع البنت هو باباها. نعم. فكرة أن أغلب العائلة ما مش حابين باباها هو الولي. إذا كان باباها يرى أن هذا رجل صالح للبنت يجوز له شرعا يعطيها له، هذه واحدة. ثانيا أنا مانيش مصدق دوك الأستاذ يأكد لنا فكرة أن هذه الجنسية ممنوع يدخل الجزائر. أنا ما سمعت حتى جنسية كاع الأجرسهم يدخلوا الجزائر، ربما طريقة يوهم. وثالثا هذا الزواج عبر الإنترنت عليك أن تحذري. هذا كي تقولي افغاني عايش في المانيا، وكيف عرفتي حنون وسني ومطبق؟ هذه كاع عرفتيها في الانترنت. يعني انا اخشى من هذا، ولكن في النهايه اذا تاكد كما قالت هذه المراه انه صالح وتقي وحنون وباباها راضي ويمها راضيه، يجوز لها شرعا ان تتزوجه. لو كان باباها ماهوش راضي ما تتزوجيش به، لان رضا الرب في رضا الاب. نعم استاذ، صحيح انه هذه الجنسيه ممنوعه من دخول الجزائر؟ لا توجد جنسيه ممنوعه، ولكن كل انسان يحب يدخل الجزائر يطلب تاشيره عن طريق القنصليه مكان اقامته في الخارج، ثم القنصليه تاخذ مده معينه لاجل مراسله المصالح الامنيه المختصه باش دير تحقيق بسيط حول هذا الشخص. ثم تسلم التاشيره او لا تسلم، الامر بسيط، ولكن
ولكن نظن بان المشكل ماهوش مشكل تاشيره ولا يعني نظن الشيخ بلي هذا الشخص طيبها في الانترنت. لو كان تسمح لي نقول ونقول لك اليوم في قلبي واحد صيبي باذن الله ما قلت لك، هذا انسان طيبك في الانترنت كي طبتي مليح تمك زعما روحي شوفي باباك، ولما بلغتي له بلي باباك ويماك موافقين زاد جبد لها بلي انا جنسيه ممنوع لي ندخل الجزائر، بعتوها لي طايبه في الطياره لالمانيا. يا وبركاك ما كاش انا واحد مانيش راضي على هذا الزواج، ما تزوجيش به. واش راهم يديروا الان مصريين لبنانيين يتصلوا بنات جزائريات وطفله تكون خطرات خاصها الحنان كما في الجزائر ويبدا يطيب فيها في الانترنت، يطيبها يطيبها بالعالم بالقلم الطيبه كيعرفها ويغرقها في كاس الغرام والحب. كي تولي هي لا تنظر الا اليه يقول لها اعطيني التليفون تاع باباك ولا تاع اخوك زعما، ومن بعد راني حاب نناسبكم. ست سنوات وانت في علاقه معها في الانترنت، لو كان عنده رجوله من اليوم الاول قال قدمي لي باباك، لكن بعد ما خلاص تولي مغرمه به وما تسمع لحتى واحد ولا ترى الا اياه زعما راح يشوفي باباك. وفي النهايه انا من الجنسيات اللي ممنوع ندخل الجزائر باش يبعثوها له، ما شافوه ما عرفوه ما والو. هذا الزواج فيه خطر عظيم، لا انصحك به. اذا سؤال اخر. أتمنى أن أجد جوابا من الشيخ شمس الدين. عائلتي من أمي وإخواني وإخوتي قام أبي ببيال منزل عائلي وهجر إلى خارج العاصمة، اشترى بيتا وتزوج فيه دون أن يطلق أمي، تركنا نصارع الشارع ونحن اليوم الحمد لله عند أحد المحسنين، أنا وزوجتي وأولادي وأمي وأختي في غرفة ومطبخ فقط لأنني لا أستطيع الإيجار. ويا ليت الشيخ يدعو الله لنا بالفرج ويسخر من عباده من يخدمنا ويكون في عوننا لنحصل على سكن ولو من طين. المهم سؤالي هو أنني لازلت أتصل بوالدي وأسأل عليه بالهاتف رغم ما حدث مني، وصراحة في قلبي شيء نحوه لا يمكنني أن أزوره ولما أكلمه أحس نفسي أنني أنافق نفسي فيما تنصحني، وهل أعتبره أعتبر عاق لوالدي؟ أنا لا أنصحك بأن تكره والدك لأنك لا تعرف كل شيء. باباك تزوج هو على باله وعلى تزوج، وهذه انت مسألة لا تتدخل في هذه المسألة. الحمد لله انت راجل وتزوجت وراك دخولك عند احد المحسنين عطاك مسكن، اخدم وندعي ربي يفرج عليك ويسخر لك من يخدمك وترفد روحك وتبني دارك وتبني دار زوجتك. هذه فكرة نربط روحي بابا تزوج وراح وخلانا وفي قلبي شيء منه، دعك من هذا. وهل هو عاق لوالده؟ إذا كان يكره باباه ولا يرفض أن يزوره وهو يستطيع أن يزوره، نعم هذا من العقوق. على أخت عائشة نحب نفهمك، الزواج ماهوش حرام باش قال هذا عصى ربي أنا أقاطعه. يعني حتى لو كان الأب يرتكب الحرام لا أنصحه بمقاطعته، ولكن باباك في النهاية يتزوج والزواج في الشريعة يجوز وماناش عارفين واش كاين. لو كنت تقول يما مليحة وطيبة وصالحة وكانت مليحة مع بابا وبابا خلاها وتزوج، ما تقدرش تعرف. واحد الإنسان لبس صباط شباب هايل، كاع الناس يقولوا له شباب، قال لهم أنا الوحيد اللي على بالي وين يوجعني. مالا كاين مسائل ما نقدروش نعرفوها. صحيح. نقدروا نشوفوا مرأة يقول لك المرأة قايمة براجلها، ولكن كاين أشياء لا نعرفها. نعم. أنا أنصحك أن لا تكره والدك وأن تزورهم وتخدم وتكون راجل وربي يرزقك. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال آخر ربما. السلام عليكم، من مصر غانم، أتمنى منكم المساعدة. وفي البداية أطرح مشكلتي على المحامين. نحن خمسة أشخاص ورثنا من عند عمتنا المتوفية مسكن بطابقين بحكمان ليس عندها أي ورثة، غير أن هناك امرأة مجهولة تدخلت مطالبة بحقها في الإرث وأتت بوثائق مزورة على أساس أنها اشترت الطابق السفلي من عمتنا، غير أن ذلك غير صحيح. فعمتنا قبل وفاتها شارعت هذه المرأة وأثبتت أن أوراقها مزورة. يعني نعم، يعني حتى توفات العمة عاد ظهرت هذه المرأة من جديد أستاذ وراي طالب حقها في الميراث، علما أنه سبق الفصل في قضيتها بحكم التزوير. عليها غير تما عليهم غير يدفعوا هذا الحكم تاع التزوير، ما نعرفوش أحسن منهم ملابسات هذه القضية، ولكن تقول بأنها باعت إلى شخص آخر هذا الطابق. نعم. يعني كل ما يدخل طرف كل ما القضية تزيد تتعقد أكثر. قضايا التزوير موجودة في كثير من الحالات، ولكن في حالات أخرى وين تكون المعامله صحيحه والناس يظلوا به تزوير، يعني ما عدا ما اثبتته الجهات القضائيه. هي تقول انه في عقدين على هذا السكن. لا، هم استفادوا من ميراث عن طريق حكم قضائي باعتبارهم الورثه في طابقين.
الطابق اللي السفلي ظهرت امراه باللي تقول باللي ملكها ملكاته عن طريق بوما الشراء او عن طريق العمه تحم كلباتولو. هذا التزوير اذا ثابت بحكم قضائي تدفع الحكم قضائي، اذا ما هوش ثابت بحكم قضائي يسجلوا قضيه ولا يقيدوا قضيه بان هناك تزوير. ولكن انا فهمت من الرساله باللي كاين حكم قضائي بخصوص التزوير. نعم. نظن بان القضيه بسيطه ما تحتاجش لكثير من الامور لانها مشات الميراث تقسم، حكم التزوير موجود. نعم. والجهات القضائيه موجوده، يدفعوا لها ما تيسر من الوثائق عندهم وينتهي الامر. يعني امر بسيط وفقط لهذا؟ طبعا امر بسيط شكليا، ولكن في اروقه المحاكم فيها اجراءات الامر يصبح صعب. يعني اذا سؤال اخير. السؤال، السلام عليكم. الشيخ موجه للشيخ شمس الدين، متزوجة أبلغ من العمر 19 سنة، تزوجت في 17 سنة من العمر، اكتشفت أن زوجي يخوني مع امرأة له معها 9 سنوات، يعني قبل ما يتزوجني. دامت العلاقة حتى ما بعد الزواج، وعندما واجهته بالحقيقة ضربني وأنا حامل. كلما تسنت له الفرصة يأخذني لمنزل أبي لإبعادي عنه، وفي كل مرة يأخذني يهددني بتركي وبالطلاق. وعندما ولدت أخذني لأرتاح في بيت أهلي، منذ ذلك الحين يعني طلقها وما عادش ولا لها. انا النصيحه انت اعوذ بالله من كلمه انا لمثل هذه البنت، نقول ليك ولي مثلك. اعوذ بالله من كلمه انا لمثل هذه البنت، نقول ليك ولي مثلك. انت اكتشفتي ان هذا رجل زاني، لازم تسموا الاشياء باسمائها. هذيك فكره نسوان جي عنده علاقه نسويه، دعك من هذا. اذا تاكد عندك، انا نقول اذا تاكد، خاطر كاين بعض النساء تبني على سوء الظن، على الشكوك. إذا تأكد عندك أن هذا رجل زاني قبل ما يتزوج بك، فلا تبقي معه، لا تبقي معه. أنت في عمرك 19 سنة، كاين إنسان ربي يرزقه بزوجة 19 سنة ويروح يخونها مع النساء والفتيات، هو ربي يعطاك الحلال وما رضيتش به. واش راهو حابين هذا الرجال؟ كاين نوع من الرجال، السكتي وغلقي فمك، نروح نزني أحمدي ربي بركي راني مزوج بك. هذه حياة الذل، وزيد الذل بالمعصية، الذل بالمعصية، يعني يذلك تبقي ساكتة تشوفي وتسكتي. راجلك يولي يجيب النساء للبيت، يولي يجيب الخمر للبيت. إذا تأكد عندك واش راكي تقولي، لا تبقي معه، الطلاق أرحم والطلاق أفضل. وهذا رجال ما يستاهلوش أمثال هذا النساء. صيبي المرأة شريفة عفيفة، نعم، مع كل المغريات اللي كاينة في المجتمع، وشادة فيه وهو يتلاعب ببنات الناس وفرحان امام يماه وباباه اني داير زوجه، ولكن في الواقع داير 20 امراه في المجتمع. الشيخ، هل ظننت بان عيب الرجل الوحيد هو هذا الشيء؟ يعني لا لا، انا نجاوب على السؤال تاعك. لا راح انا ننطلق من هذا السؤال، يعني كاين اللي زوجها يسرق وزوجها يعمل كل شيء ويبيع المخدرات ويعمل كل شيء. لا مش هذا المهم، المهم ان لا تظهر بانها عيوب فقط، مشكله المراه عندما تظهر مراه اخرى. اه نعم انا فهمتك، يعني لما يكون يدير مغامرات ماهيش نسائيه، مش نسائيه، مقبوله مخدرات، سرقات، عندما تبدا تظهر شكوك تولي مشكله، تولي مشكله. وهي المفروض ان المشكله كل هذه مشاكل طبعا. مش يعني طبيعه المراه وبأخص المرأة الجزائرية. بالصح راهي كارثة. صح. انت يا عندك، احنا بكري نشفى وبكري، اسمحوا لي نقول لكم ما بالدرجة باش كاع نفهموا. كان رجل يدير مغامرات، ولكن كي يتزوج خلاص يتوقف عن كلش. هذا عنده زوجة 19 سنة ويقعد في المغامرات النسائية، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا النساء اللي راه في علاقة مع هذا الرجل، ما تخافوش ربي انتم أيضا، راكو دمرتوا عائلة مبنية في الحلال. شفت كيف علاش الإسلام حاصر كل هذه المسألة؟ على هذا الرجل أن يبقى مخلص للزوجة نتاعو، عيطي له، اجلسي معاه، اتفاهمي معاه، يبقى مخلص لك، اللهم بارك. يبقى في المغامرات النسائية، لا تبقي معه. واش تقول في الختام شيخ؟ في الختام نحمد ربي اللي رانا نتلاقاو كل أربعاء، والناس راهي بالآلاف تدعي لنا بالخير، والتقيت مع الناس في كل مكان. الفكرة اللي تقول أن هذه الحصة تكشف أسرار البيوت، ما هوش عيب ان نكشف اسرار البيوت لمعالجتها. هكذا شت الطبيب واش يدير؟ الطبيب يفتح البطن تاع المريض على ليعالجه، ما هوش عيب. هذه فكره زعما اكو تكشفوا اسرار البيوت. يجب فتح هذه الاسرار لمعالجتها. اكو شتو المراه بنتها هربت الى
هاي في مركز في النهايه، هاي في غابه، وين تروح هذه المراه باش الناس تسمع الصوت نتاعها وتصيب بنتها؟ الرجل وصل الى الخلع مع مرته لانها ما عندوش سكن، ولم يستقبل من والي ولايه خنشله، اين يذهب باش يسمع به والي ولايه خنشله؟ نعم. هذه صوت من لا صوت له، هذه الحصه، هذه كلمتي الاخيره. يعني ماهوش سهل الشيخ انك تكون في الرياده في وسط زخم اعلامي كبير، لكم ما تكونش المواضيع متنوعه والاراء متبادله واحيانا مختلفه، يعني كثير من الامور تجتمع كلها، يعني ربما في موعد واحد في وقت واحد. ماشي استاذي افهمني، المجتمع يغرق، خيانه زوجيه، السرقه، الخطف، ولما تجي حصه كما هذه تعالج هذه الافات ياتي بعض الفلاسفه اكو تكشفوا اسرار البيوت. يعني لازم ما نهضروش. عليك الصمت اخطر مساله، على بالك قال لك الشرط الوحيد لانتشار الباطل هو سكوت اهل الحق. نعم. هذا هو الشرط الوحيد. وضريبه النجاح كذلك. ونحن لا نسكت ان شاء الله. عندما سكت اهل الحق انتشر الباطل. عن الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق. سبحان الله، شفت. عود انا استاذ الله يجازيك، عندما سكت اهل الحق عن الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق. خلاص هذه بها نختموا ان شاء الله. خلاص ما نضيفوش على كلام الاستاذ. اذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا الى ختام عددنا سهره اليوم، عندنا ارقام ظاهره اسفل الشاشه، اتصلوا بها لانه اكيد راح نبلغوا كل انشغالاتكم مشاكلكم ومساعداتكم. وبهذه المناسبه حبيت نشكر كل واحد اتصل لساعد خالتي فله اللي مرت معنا الاسبوع الماضي اللي كان عندها دين يفوق 20 مليون سنتيم. انا نشكر كل واحد اتصل بينا وراسلنا، وان شاء الله تكون مساعدتكم لحقت لخالتي فله. إذا نشكر كذلك كل فريق العمل معي إيمان وكل الزملاء اللي عاملين معنا. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله وحفظه.